السلام عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله يا ربي ديما في صحه وفي خير ونعم الناس الكل. برشا سالتوني البنات وقتاش نقوم من الصباح، نقوم مع صلاه الفجر معاش نرجع نرقد. الحقيقه البنات حبيت نصور لكم المنظر هذا المزيان عند شروق الشمس وقصت ربي دخلت الكوجينة. اليوم يا البنات باش نحضر بسيسة. بسيستي هي حاضرة، هزيتها للرحاي مورها مريقلة. هي بسيسة الشوفان. باش نعطيكم المقادير بسيطة راهي وسهلة، مش معناه يلزم نعمل فيديو كامل خاطرها بالحق سهلة برشا. شو باش نستحقوا للشوفان؟ اولا يزمك الشوفانك الكعبة الكبيرة البنات هكا موجودة في بيت المونة، موجود الشوفان عنا في تونس. تاخذ زوز كيلو شوفان، عليهم كيلو قمح، قمح بتبيع نعرجوه، وعليهم زيدة كيلو حمص. الحمص مقلي حاضر باش خذيته، مش منقدرش عليكم. وناخذوا رطل العدس الاصفر البنات، العدس الاصفر عرفتوه، تاخذوش الغامق معناه اللي بقشرته، تجيكم بلا راهي لبسيسة غامقة، معناه هذه بسيسة الشوفان بالعدس. بالنسبة للفحات راهو عملت لي قشور، لي مشيت حرجتهم مكة شوية على النار، معناه اني في البسيسة ما عرجت كان القمح والعدس، عملته هكا ضربتينا كهو خاطر خفيف عرفتو، وشديت قشور اللي معرجتهم فوق النار. واللفاح نتاعها عباره على 100 غرام حبه حلوه و100 غرام بسباس، بالطبيعه نظفوهم قبل نحطوهم في سطيل ونقصدو ربي للرحاي تجينا بسيستنا حاضره. هكا المكونات كتبتها لكم البنات بسيطه وسهله وماهيش صعيبه، تنجم تعملهم حتى توا هكا وباتكا ومرك مريقله هكا. وحطيت لها زيت سكر المحور بتبيع انت والحلاوه اللي تحبها البنات. اني الحقيقه البسيسه نتاعي نخليها في ستايل، وكل مره نعمل هكا صحين صغير مش برشا. كما قلت لكم ولادي عندهم كي نفحه كي يبداو حويجة هكا فرشكه وجديده ياكلوها، اما كي نكثر ياسر لا، نخبيها وقت لي حاجتي نعمل بسيستي. بالنسبه لبنات للشوفان تعرجوا شويه كيف كيما القمح. بالنسبه للقمح وطريقه التعريج وكل شيء لبنات نخليكم رابط الفيديو لبسيسه القمح نتاع الوالده، كيفاش معناها نحضروا القمح مع الملح هكايا نعرجوه ونغربلوه. طريقه نفس هي بيدها ما عدا الشوفان بتبيعه، حتى تنجم تحطوا حتى شويه بركه في الفور لبنات مش مشكل، اما تنجم تعرجوا فوق النار هكايا بشويه بشويه وتحطهم في الصيل وتقصد ربي للرحاي ومرك مريقله تجيك بسيسه تشرها تشرها. ريتو مسالة ماشي صعيبة، ولا بسيسة العدس، ولا بسيسة العدس هي بيدة من غير شوفان، تزيد لها القمح، تزيد لها نقولو رطل العدس عليه كيلو قمح عليه كيلو حمص، تفوح من بعد بالحبة الحلاوة البسباس قشور الليم اللي عندك موجود هكا مريقلة البنات. او كنوصيكم ديما في التعريج البنات ديما تردوا بالكم ما تخليوش هكا الكعيبه تتحرق كيما الشوفان، ما تخليش يتحرق معناها دوبا كما تعرجوا وكهو، معناها هذيك هي السر نتاعها، تجيك فيوحه وبنينه. ديما هكا شويه شويه توسع بالك عليها، تسمي بسم الله وتصلي على سيدنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هكاهو. حسلو قد نوت لمين عليك لبسيسه محليها محليها مع قهوه، اللهم صل على النبي تشرها تشرها. ومن بعد نقصد ربي البنات باش نحضر هذا فطيرتي نتاع نص النهار كيما العاده. ندبارتي اليوم شنيه شو باش نحضر لكم وصفه سوري شويه اليوم البنات. ان شاء الله تعجبكم اكيد للبنات اللي تحب خاصه صوص بشاميل، وصفه مزينه برشا وبنينه بنينه. وهيكم معايا اليوم في نهاري ان شاء الله يكون هكا الفيديو خفيف وظريف ويعجبكم اهم حاجه. نبداو بسم الله في تحضير فطورنا ودبارتنا لليوم. باش نعمل اليوم البنات الدجاج بصوص بشاميل، طريقه ياسر مزيانه وسهله وبنينه بنينه بنينه. باش نحضر الصوص اول حاجه قصيت رويس بصل، كعيبه تمتومه وسفناريه برشتها، وبعد باش نبرش معاها زوز ولا ثلاثه سنينات هكا ثوم يزي فيها البركه. الصوص ياسر مزيانه وسهله، يحبوها برشا الوليدات هكا الشباب خاصه. نحكي لكم نكته صغيره، امي ما تحبش الصوص بشاميل، حاجه فيها بيضه هكا ما تحبهاش، معناها ضدها تكرهها. عاد اني نتفرج معاها قلت له جيني ديزلايك يا قالت لي اني هذيك اني ما نحبش الصوص بشاميل، عملت لك اصبع اللوط يمي يهديك سر وانتي عليه هي. قالت لي ليه بنيتي اني راني الحاجه ما تعجبنيش نعمل لك فيها ديزلايك، ليه اصلح حالك نعمل لك بلوك ولا شنو نعمل لك. ماني امي كي ما تعجبهاش الحاجه تعمل لك اسبوع لوطاني تقول لك، وكي تعجبها تعمل لك اسبوع الازرق. ربي يحفظها وربي يخليها، وبرشا امهات هكا كيفه ما يحبوش الصوص البيضه، اش باش نعملوا عاد البنات. المهم هذه الصوص والله يحبوها الاكثريه الشباب والاولاد، اني ولادي يحبوها
ومن بعد هكا على اني ملول ما كنتش مغرومه بها الحقيقه، من بعد استنست بها وليت نحب نطيبها مكرونه بصوص بشاميل في اللازانيا خاصه. المهم حطيت البنات هنا الزيت في المقله، حطيت البصل، حطيتهم الكل مع بعضهم، الطماطم والسفنيريا، ومن بعد لحقت عليهم الدجاج زاير الدجاج قصيته هكا مربعات. وتوا باش نبرش هكا سنينات الثوم فوقهم باش يفوحوها، وسهله هي الصوص، تفويحه حزيده بسيط. باش نحط ملح، فلفل اكحل، شويه بركه فلفل احمر خاطر ما يجيش فيها هي حمراء تبدا زعره شويه، وكركم اكاهو، قرين فلفل صغير بقلوتي باش نحطه في الاخر اكاهو. شفتوا مساله؟ وباش نحضروا الصوص بشاميل اكيد في الوصفه نتاعنا لليوم نعملها لكم زيد عسريه البنات خاطرها معروفه وسهله وعملتها معكم برشا مرات. وكاهو هذه هي فطيرتي لليوم. عملنا به بسيسة مزيانة في الصباح، واللي فطورنا هذه الدجاج بالبشاميل. وباش نعمل زيادة فرد مرة عشية، هيكم معايا في نهاري كيفاش باش نحضر فطوري وعشية في نفس الوقت. باش نعمل ادويدة جارية بالدجاج فوحة، نعملها زيادة في سافيسة على البنات باش ما نطولش عليكم الفيديو. طول هنا باش نكمل نفوح الدجاج متاعي اهم حاجة. ومن بعد البنات البنه والفيحه في الفرماج، كي بدا عندك فرماج مزيان هكا ربي هو اللي باش يفوحها، والا فرماج ماتزاريلا اللي عندك موجود. حويجه بركه باش نطيبوا الدجاج البنات بالماء سخون. هنا اصبر طريف هكا وقليها بالماء سخون باش تطيبك الدجاجه، وجس انك تدخلها للفور باش تشرب كنكهه صوص بشاميل وكا، وراي في ساعه تطيب وماهيش صعيبه هكم كما تشوفوا فيه. البنات باش نمرق الدجاج نتاعي نخليه يطيب على روحه، باش نحضروا توا الصوص بشاميل نتاعنا باش نزينوا بها من بعد الصوص. تو تشوفوا الطريقه محليها وتجيكم بقدره ربي بنينه، وكي تجربوها وتاكلوها بالصحه ان شاء الله. المهم بالنسبه لصوص بشاميل معروفه عملتها معكم برشا مرات، باش نعملها في سافيسه على البنات على السريع. ديما المغرفه زبده عليها زوز مغارف فرينه، باش نبدا نخلطهم. اول حاجه نذوب الزبده ومن بعد نلحق عليها الفرينه لين تولي لي هكا كيما العصايده، ومن بعد نبدا نصب بالحليب بشويه بشويه بشويه. واكيد لاسويس نتاعي المزيانه اللي ديما نحب نعملها مع صوص بشاميل هي القشطه الطازجه، نحطها في الاخر بكل البنات تفوحها ياسر. من اللي وقت اللي بديت عملتها الحقيقه بنينه ياسر هكا، تردها خفيفه وتحفونه. المهم كي وليت صوص وسي وكملت وطابت، وقتها نحط القشطه حتى الحكه، معني مش لازم تكون سائله. وبعد لازم عاد الفيحه نتاعها اللي هو جوز الطيب وشويه ملح وشويه فلفل اكحل، باش تجيكم عاد بنينه. الجبن باش نحطوهم بعد في الطبق باش نوريكم. حطيت دبوسه كامله، معناها ديما العلبه فيها 15 سنتيلتر كيكه، وانتم احرار تنجموا تعملوا حتى نص الحكه يزي فيها البرك، خاطر مازلنا باش نحطو الجبن هذيك اللي باش يفوحها. لهنا باش نحط جوز الطيب، وفي سافيسه نسكروا عليها نخليو جوز الطيب يطيب معاها برشا باهي. باش نحضر توا البنات الشربه معاها دويده بالدجاج، يحبوها الحقيقه في الفطور وفي العشاء. منا ومنا عملتها ما نكذبش عليكم، اللي باش يفضل منها يقعد للعشاء خيرات اللهم صلي على النبي. كان تحب تعمل معها سلايطه والا الاكثريه والاغلبيه الصوص هذه اللي باش نعملوها هكا بالدجاج صوص بشاميل نعملو معاها رز. كان حبيت رز بالشعريه خاصه تجيك بنينه. عملتها من بعد في الليل، من بعد في الليل حبوها الاولاد مع الروز. اما اني عملت دويده بالدجاج هكا خاطر الدنيا بارده شويه، لا جات بنينه معناها دباره حلوه ومش خايبه.
توا هي سيء نحطها على شيرة نشوفك الدجاج متاعي وين وصل. انا قريب يطيب وتوا نمشي نحط كروينه اخرى للشربه. حطيت رويس بصل، حطيت بيت دجاج، ثوم قسيته ترونشات صغيرات، تريف طماطم مش عامله زعره، شربه زعره مش برشه طماطم معجونه، فلفل اكحل، فلفل احمر، كركم، شويه هكا مرقتها بالماء سخون، نخليهم يطيبوا، بعد نحط لهم في الاخر دويده ورشه معدنوس. والسلام عليكم. شربتي حضرت نعملوها زعره، احنا نحبوها زعره شويه، نحبوهاش حمره معناها. به بالنسبه للدجاجه هنا طاب، باش نزيدو وهي في الاخر بكل البنات كيما هكا، انا مش نخليها يقر زيتها مع شويه صوص بشاميل والجرين فلفل. نسكر النار ومن بعد نحط فلفل بقلوتي صغيرو، قصوا هكا طريف ونحطو في وسط يفوحها برشا. لازم عاد نحرحرو الحاجه مش كيكه وبرا، على الاقل امي تفرح بينا شويه. المهم لهنا نحطو مغرفة ولا اثنين هكا هو، وقت اللي هي تبدا تقر في زيتها باش تسيب نكهة بنينة معاها. ومن بعد البنات نوريكم كيفاش نحضروا الطبيق نتاعنا. وفي بالكم البنات اللي ما تقولوش شوية معناها راهي تشبع تشبع، معناها تتاكل حتى وحدها من غير حتى شيء. حسيلو هذه سيء مورها مريقلة. نمشي توا نحضر الطبيق نتاعي، نوريكم هكا اسيس مزيانة كي تجيو تحطوا قبل ما تحطوا معناها صوص الدجاج. نحب نستعمل البنات الشابير في الطبق من اللون مع الجبن هكا المبروش، واي جبن عندك بالطبيعه البنات. بالنسبه للصوص زدت لها لهنا فلفل بقلوتي محرحر هكا شويه، تنجموا تضيفوا حتى هريسه عربي عاد شبي محسوب. وزيد حاجه اخرى البنات، اللي ما يحبش الدجاج يعمل سكالوب، يعمل حم مفروم اللي موجود عندك في الدار. فما اللي ما يحبش اللحومات جمله تعملها طماطم وفلفل وبصل هكا كبير وشخشخه خضره، يا عيني يا عيني هكا مع صوص بشاميل شبيه، لا فيوحه وتشرهش بها كلها خضره. انا حطينا في النار احنا به لهنا باش نعملوا رشه صغيرونه كيما هكا شابور. بعد نحط جبن، جبن رابي اللي عندي بريزيدون اكاو يفوحها. نحط من اللول الفرشه الاولى ذيكا وفرشه ثانيه جبن، ومن بعد نحط الصوص نتاع الدجاج هكاك تجي تجيك فيوحه وتشره باهي. حطوا هذه على 200 درجة في ساعة ما تطيب، نحمروها جوستك شوية البنات وكاو هي راه كل شيء فيها طيب. تحبوا اكي الصوص تدخل مع الدجاج وتعملك اللون عاد المضخم والمزيان وكاو. شيخوا عليها الاولاد حبوها برشا، امي اكيد حتغير المحطة. ما تحبش الصوص البيضة اش نعملو لك خيري يا خيتي، يحبوها الاولاد برشا، وليدات شباب يحبوها نعرف. هكا هو لهنا باش نحط ملول شويه صوص بشاميل، ومن بعد نحط جبن، ومن بعد نكمل اخر حاجه نعمل صفه صوص بشاميل ندخلها للفرن. هكا هو
وهذه شربة متاعنا الدويدة عملتها زعرة ومزيانة كرشة معدنوس في الأخر، وكل صحيح هناك نحط له ولا صحيفة نحط لهم شوية معدنوس هكا من فوق وعصير عقارس اللهم صلي على النبي، مع الوصفة اللي حضرناها دجاج بصوص بشاميل على محلاه. والله وصفة تشره تشره، قعد لي حقيقة منها للعشاء موري مريقلة في العشاء، نجم نقولوا هكا عدينا رواحنا. وهذه خرجها للي تلعين من الفور حمرا ومزيانة تشره تشره. وباش نقص لكم اكيد هي مازالت سخونه برشا، ونحطها في الصحين وصدقوني تتاكل عشبع بنينه بنينه. ان شاء الله كي تجربوها تاكلوها بالصحه والفرحه ان شاء الله. البنات جي وقت الراحة وقت الكويس تي يتسدر هكا في الطبق ونعملو كويس تي منعنا يعمل 66 كيف. اما اكيد البنات ما نشربو الكيس تي الا ما نعملو مسحة مزيانة للكوجينة ما نخرجو منها الا كي تبدا مرتوبة ونظيفة هكا ولا. واهم حاجة البنات نشعلو كل كانون صغيرون ونبخرو الدويرة خاصة بعد ما ننظفو هكا ونمسحو ونطيبو، يلزمنا نعملو كالتبخيرة كتبدا الدويرة فيه وحو ريحتها تشره هكا ولا. ونقعد معاكم خاصة في الفيديو المباشر مع ماذا ثلاثة نبدأ نزرب هكا ونقول يا ربي نلحق للوقت ونكون ديما معاكم في نفس المواد إن شاء الله يا ربي. كان عجبكم فيديو متاع اليوم هكا ما تنسيوش البنات وما تفخلوش عليا بك اللايك المزيان وتعليقكم الحلو خاصة اللي نقعد نستنى فيه. وربي يحفظكم بارك الله فيكم يسلم يدياتكم اللي تكتبوا بها، وشكرا شكرا من كل قلبي. خليكم توا البنات كان في حفظ الله، وإن شاء الله يا ربي نتقابلوا في فرصة أخرى وفي وديعة ربي. نقولكم توا إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم أسعد ليا، بسلامة، باي باي.